مكان يا مكان يا سادة يا كرام، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، عندك أكتر من سورة، سورة هود فيها قصة سيدنا صالح. قبل ما نبتدي خلينا أقول لكم إن قوم ثمود اللي هو سيدنا صالح بعث لقوم ثمود، كان قبليهم قوم عاد، وهم كانوا حديث عهد بالعذاب اللي شافوه عند قوم سيدنا قوم عاد، ولما شافوا العذاب كانوا حديث عاد، يعني ما كانش بينهم ما عاد منكم ببعيد، ما كانش وقت بعيد قوي يا هم فاكرين. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا، عملوا كده بعديهم. وما جت الأرض اللي حصل عليها قصة سيدنا صالح والناقة، كانت أرض ما بين الحجاز وما بين تبوك، كانوا كبار البنية، وكانوا قوم ثمود دولت بيبنوا بيوتهم في الجبال، يعني الجبل ذات نفسه يحفروه. على فكرة دي مهارة عالية جدا، وده معناه ان هم كانوا أقوياء البنية، كان حاجة كده قوية اللي هي قوم ثمود. فكانوا بياخدوا من الجبال بيوت ويحفروا جوه الجبل بيت. فبعث لهم، طبعا كانوا بيعبدوا الايه، بيعبدوا الأصنام. فبعث لهم سيدنا صالح يقول لهم لا، اعبدوا الله الواحد الأحد، اعبدوا ربنا، بلاش تكذبوا، بلاش تسرقوا، بالتعاليم اللي نزل بيها الدين الحنيفي. ولكن هم طبعا مرجوش، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، انت كنت كويس قبل كده، ايه اللي جرالك؟ انت عايز تقول لنا وتخلنا تنهانا على اللي نعبد ابائنا والاصنام؟ يا عم خليك كويس بقى معانا وبلاش الكلام ده. طبعا مرجوش ان هم ايه يامنوا، وراحوا للمؤمنين اللي امنوا بسيدنا صالح وبقوا يحزنتوا، وانتم مؤمنين وانتم مصدقين ان صالح مبعوث من عند ربه يعني؟ قولوا اه، احنا مؤمنين باللي انزل به واللي انزل، احنا مؤمنين بالكلام ده. بس كان للاسف هم ما رجوش يؤمنوا، واحدوا يشككوا 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 فيه. قالوا له بص بقى، انت لو عايزنا نؤمن بيك انت تعمل ايه؟ هات لنا ايه. هم مش بيقولوا كده ايه علشان لما تجيب لنا الايه يعني حاجه كده، حاجه خارقه يعني، حاجه سوبر يعني خارقه، انت مش بيقولوا كده، انت ما هتجيب لنا الايه فاحنا هنؤمن. كذابين طبعا. هم بيقولوا كده عشان نعجزك، عشان نعرفك ان انت ما بتعرفش وانت كذا وانت كذاب اصلا، واحنا مش مؤمنين بيك وانت مش رسول. فسيدنا صالح على فكره كان طيب جدا يا علي معاهم، وقاعد يقول لهم مره بالاقناع ومره بالخطاب العقلي. لما ان شاء الله نكبر لو عندك اولاد فوق بقى يعني عندك 12 سنه، نتكلم عن اساليب الحوار، خطاب عقلي وخطاب منطقي، وكان معاهم صبور جدا وتتبع معهم الحلم والاناه والحكمه والموعظه الحسنه. وفي الاخر قال طيب ماشي، انتوا عايزين ايه وعايزين ناقه، انا هجيب لكم الايه والناقه، وجاب ناقه. فالله سبحانه وتعالى قال له يا صالح انت تقول لقومك الناقه دي يوم تشرب من 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 البئر بتاعها، ادي يوم، اليوم اللي هي بتشرب فيه القوم ما يشربوش فيه، هي بتشرب الميه دي. طيب بتعمل ايه؟ تدر عليهم لبن يكفي القبيله كلها، يكفي القوم كله. واليوم الثاني هي مش هتشرب، انتوا اشربوا فيه. فقالوا لا، ده كده ده في سر في بطن الناقه دي، في حاجه، احنا لازم نعقر الناقه دي ونبحها. وجابوا تسعه بلطجيه بقى، عارفين الأبضاي دول، تسعة بقى كده من أفسد القوم، ناس وحشة جدا التسعة دول، ودول كانوا يعني يعيسوا في الأرض فساد ويقتلوا الناس وبيأذوا الناس. جابوهم تسعة رهط دول وقالوا لهم تعالوا انتوا هتقتلوا الناقة، ولو صالح اعترض اقتلوه هو كمان. فصالح حذرهم ألا تمسوها بسوء، اوعوا حد يمس الناقة دي بسوء، دي آية من ربنا، حتى ربنا سماها ايه؟ ناقة الله. نسب الناقة لنفسه ليه؟ ركزوا معايا بقى يا كل أم بتتفرج عليا، وكل ولد بيتفرج وبنوتة بتسمع، هو أنتوا تعرفوا إيه عن الجمال؟ هي الناقة ديت إيه؟ ها؟ أنثى الجمل، طيب الناقة ديت تعرفوا إيه عنها؟ إيه المعجزات؟ أفلا ينظرون إلى الإبل؟ مش ده إبل؟ كيف خلقت؟ ده معنى كده إن في حاجات حلوة في الجمال. الرموش بتاعته قد كده عشان الرمل اللي بيجي في الصحراء ما يخشش جوه عين، عنده فدانه ذات نفسها برضو من الشعيرات ومن الحمايه اللي ربنا حاططها، عشان برضو لانه في الصحراء اسمه سفينه الصحراء،
ونجيب للاولاد صوره الناقه بسفينه الصحراء، بس طبعا دي الناقه اللي عاملها محمد، فحاجه تحفه جدا. وازاي ان ربنا عمل الخف بتاع رجليها بفراغات من هنا عشان لما تدوس على الرمل رجلها ما تغص في الرمل، تمشي كانها عادي. الرمل بالنسبه لها مش احنا نيجي ندوس في الرمل، لا رجلين الناقه لا. ليه؟ لان ما بينها الفراغات فيها خلق من ربنا، يعني جلد كده بيخلي الايه الناقه ما تغرس في قلب الرمل. حاجه كمان للجمال، للجمال السنم اللي عنده في ظهره ده، في جمال فيها سنم وفي جمال فيها سنمين، ليه؟ لتخزين الميه، عشان كده ممكن تقعد كتير جدا جدا الاوقات ما تشربش ميه. يبقى وانا بحكي قصه سيدنا صالح وقوم ثمود، انا بحكي الايات في خلق الابل. واجيب بقى، واجيب بقى ايه؟ هل اتاك حديث الغاشيه؟ واشرح وطلع من المصحف. ودي الحاجات اللي احنا بنحتاج ان احنا نأصلها واحنا بنحكي الحكايات، مش بس قصص. طيب اتفقوا التسع اشرار ان هم دولت بقى المفسدين، الرهط دول مفسدين، ان هم هيذبحوا الناقه، فذبحوا الناقه. وبعد ما ذبحوها سيدنا صالح امهلهم 3 ايام، قال لهم العذاب هيجي لكم بعد 3 ايام. قالوا له ولا يجي عذاب ولا بتاع ومش عارفه ايه، وذبحوا وقعدوا يشربوا الخمر ولا في دماغهم. سيدنا صالح خد قومه ومشي من المكان اللي فيه ده. ربنا قال جاب لهم صيحه او رشفه، ووصفت تاني بانها صاعقه. من اول ما الصيحه جت صوت عالي جدا، صوت عالي قوي قوي جاي من السماء جدا. من اول ما بدا الصوت العالي ده لحد ما انتهى كان ماتوا. وجت من ناحيه الجبل، الصوت ده جه من ناحيه الجبل، كل حي على الجبل مات، وهم صعقوا خلاص، بقوا خلاص صرع كلهم وما اتعظوش، لان كان قوم عاد قبليهم وانتوا قريبين وعارفين اللي ما بيؤمنش بربنا عقابه بيكون ايه. وربنا نجى سيدنا صالح ونجى المؤمنين معاه.